بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 54 بعد 100. ولكن يظن أن الذبح عند القبر أفضل أو أنه مشروع. إذا اعتقد أن الذبح عند القبر مشروع فهذا بدعة، لأنه لم يأذن الله بالذبح عند القبور، وهو وسيلة إلى الشرك. هو بدعة لأنه لم يشرعه الله لنا أن نذبح عند القبور، لا في كتاب ولا في سنة. وأيضا هو وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا ذبح عند القبر وإن كان لا يذبح إلا لله فإن هذا وسيلة إلى أن يعظم القبر والميت، يدعوه من دون الله عز وجل. فهذا على كل حال محرم، إما شرك وإما بدعة. وأما مسألة العذر بالجهل فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، والقرآن ولله الحمد يقرأ في مساجد المسلمين وفي بلاد المسلمين وفي الإذاعات ووسائل الإعلام، ويسمعه القاصي والداني. ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة من الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فلا يعذرون بالجهل بعدما بلغهم القرآن، والقرآن ينهى عن الشرك بالله عز وجل ويأمر بتوحيد الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما الأسباب الحقيقة في تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة وطلب منهم الإعانات وشفاء المرضى؟ ما السبب في ذلك شيخ؟ السبب في هذا أولا التقليد الأعمى، لأنهم يجدون من يفعلون هذه الأفعال فيقلدونهم، وثانيا سكوت العلماء عن النهي عن ذلك، وهذا كتمان للعلم وتقصير في الدعوة إلى الله عز وجل وهم مسؤولون عن ذلك، وثالثا دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه الشركيات والبدعيات ويحسنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم. بمجموع هذه الأمور يحصل هذا الخلل العظيم في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوجيه والإجابة الصحيحة حول ذلك. هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ونهوا عنها وحذروا منها لأنها بدعة. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل القرون المفضلة الاحتفال بالمولد النبوي. وما كان كذلك فهو بدعة، وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة، بعد 104 من الهجرة، لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يأتي بعدها أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل أولا: في الأذان ما حكم الترديد بعد الانتهاء من الأذان، وما المشروع في ذلك؟ أيضا في الإقامة هل نردد مع المقيم المؤذن؟ هذا لا يسمى ترديدا، وإنما يسمى متابعة للمؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا إنما هو متابعة للمؤذن، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا فرغ من الأذان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ أرسل بمجموعة من الأسئلة ولم يذكر الاسئلة، السائل من اليمن من إب، رمز لاسمه بخاء عين ميم، يقول: إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول: ما حكم الصلاة في مسجد دخل في بنائه أموال مأخوذة من أناس بغير طيبة أنفسهم، وما هو الحل لهذه المشكلة؟ مأجورين. لا يجوز بناء المساجد بالحرام، بالمال الحرام،
ولا يجوز استخدام المال الحرام للمسلمين لا أكلا ولا شربا ولا لباسا ولا مساكن، ومن باب أولى المساجد التي هي بيوت الله، إن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، والمال المغصوب حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإذا بني مسجد من المال المغصوب فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ولكن الحل في ذلك في نظري أن ينظر المال المغصوب فيرد على صاحبه بقدره ويصلى في المسجد بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول أبو عبد الله أسأل عن معنى حديث وإسباغ الوضوء على المكاره، ما هي المكاره؟ المكاره المشاق، مكاره المشاق، كان يكون الوقت باردا فيشق الوضوء على الإنسان، وفي الحديث إسباغ الوضوء في السبرات يعني وقت البرد. الله أكبر. المسلم يصبر على الوضوء وإن كان يمسه شيء من البرد بسبب ذلك، لأن هذا في سبيل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل أبو عبد الله يسأل عن الأحاديث الضعيفة، يقول هل نستشهد بها يا فضيلة الشيخ؟ الأحاديث الضعيفة تختلف، إذا كانت ضعيفة شديدة الضعف فإنها لا يستشهد بها، أما إذا كان ضعفها ليس شديدا أو كان لها ما يشهد لها من الأحاديث الأخرى فإنها يستشهد بها في فضائل الأعمال، ولا يؤسس بها أحكام شرعية، وإنما يستشهد بها في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. نعم. جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ. من رسالة وصلت من جنوب المغرب، سائل عين رشيد يقول لدي بعض الأسئلة، وسؤالي الأول يقول فأنا بدأت الصلاة في رمضان الماضي والحمد لله، ولكنني وصلت إلى البلوغ منذ 4 أو 5 سنوات تقريبا، وسؤالي هل يجب علي أن أقضي الصلاة التي لم أصليها منذ بلوغي أم أكتفي بالتوبة والاستغفار إلى الله والإكثار من النوافل؟ إذا كنت تركتها متعمدا وأن تعلم أنك قد بلغت وأنها تجب عليك الصلاة وتركتها متعمدا فعليك التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة في المستقبل، وأما تركك لها متعمدا بعد البلوغ فهذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل تاب الله عليك. أما إذا كنت تركتها جهلا ولم تتركها متعمدا وإنما تركتها جهلا منك في أنها تجب عليك الصلاة فإنك تعيدها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أخت بالله تقول هذه الأسئلة تعرض على فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تذكر يا فضيلة الشيخ هذه السائلة في سؤالها الأول بأنها فتاة معوقة وتحمد الله على ذلك، تقول لا أستطيع المشي وقد أصبت بإعاقة منذ أن كان عمري 1 سنة تقريبا، وإن شاء الله أنا صابرة محتسبة، هل تعتبر هذه الإعاقة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ولو أنها منذ طفولتي المتبكرة؟ هل أعتبر من المؤمنين الذين ابتلاهم الله في رفع درجاتهم وحط سيئاتهم إذا احتسبت وصبرت؟ حدثونا عن ذلك وعن جزاء الصابرين مأجورين. نرجو ذلك أن يكون هذا تمحيصا ورفعة للدرجات، فإن المسلم إذا ابتلاه الله ببلوى فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ولا يجزع، ويكتب الله له أجر ذلك، أي أجر صبره واحتسابه، ولكن إذا كان هناك علاج للإصابة ودواء للمرض فإنه يبحث عن الدواء والعلاج، لأن هذا من باب فعل الأسباب النافعة، ولا ينقص ذلك من أجره ومن صبره، وإذا لم يكن له علاج فإنه يصبر ويحتسب. وقد يكون الإصابة بالمكاره عقوبة للمسلم على ذنب فعله أو تقصير حصل منه فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما ذكرته السائلة من الإعاقة المبكرة هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فعليها الصبر والاحتساب ورجاء الأجر من الله عز وجل، والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ عندما أصلي الوتر أقول اللهم أجرني في إعاقتي واخلفني خيرا منها،
ولا أدعو لنفسي بالشفاء من هذه الإعاقة، لأنني دائما أتذكر المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى فيما معنى الحديث وقالت إنني أصرع وأتكشف فادعو الله لي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنة أو أدعو لك الله فيشفيك، فاختارت الصبر ولكنها قالت أدعو الله ألا أتكشف. هل ما فعلته فيه حرج فضيلة الشيخ؟ هذا شيء طيب، إذا صبرت واحتسبت الأجر فهذا عمل طيب ويرجى لك فيه الأجر والثواب على الصبر. قال الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت مخيرة بين أن تدعي الله بزوال ما أصابك أو أن تصبري وتطلبين الأجر من الله سبحانه وتعالى، أنت بالخيار. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان تدور من في رأسي وفي أفكاري أشياء ويضيق صدري وأحيانا تدمع عيني دون أن أحدث بذلك أحد، فهل هذا ينافي الصبر؟ إذا لم تحدثي أحدا ولم يحصل منك توجر وتسخط لهذا الشيء فلا يضر، هذا فلا يضر إن شاء الله. نعم. أخيرا تقول فضيلة الشيخ صالح، هل يجوز لي الجمع بين الصلوات عندما أخرج خارج المنزل أو في الاستراحات أو في البر نظرا لصعوبة الوضوء عندي؟ نعم، إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها عند الخروج من البيت يشق عليك نظرا لإعاقتك وصعوبة الوضوء لكل صلاة فلا مانع من الجمع بين الصلاتين رفعا للحرج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف المنطقة الشرقية، يسأل ويقول فضيلة الشيخ نحن نسافر كثيرا بين الفينة والأخرى، ولكن ما أبرز الأحكام المتعلقة بأحكام السفر؟ أحكام السفر كثيرة، منها لا يسافر الإنسان وحده وإنما يسافر مع رفقة، ومنها أنه إذا كان السفر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر فإنه يرخص له في الفطر في رمضان، ومنها أنه أيضا يرخص له في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ويباح له الجمع بين الصلاتين. هذه كلها من أحكام السفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة ولكنه لم يذكر الاسم في رسالته، يقول فضيلة الشيخ نحن نعيش في منطقة ريفية والماء ليس متوفر خلال السنة، والبيت الذي نسكن فيه جوار جامع وفي هذا الجامع خزان أرضي لتجميع المياه التي مصدرها المطر، فلعدم توفر المياه حيث إننا ندخر تلك المياه للأكل والشرب فإننا نقوم بأخذ الماء من الجامع ونقوم باستعماله في الوضوء للصلاة وغسل الثياب، فهل يصح هذا الوضوء كما أن أصحاب القرية يأخذون منه إلا أننا نأخذ أكثر منهم، فبماذا تنصحوننا مأجورين؟ إذا كان الماء مخصصا للمسجد وللوضوء فلا يحل لكم أخذه لأنه وقف على المسجد لا أنتم ولا غيركم، أما إن كان الماء وقفا عاما للمحتاجين للوضوء ولغيره وللشرب والغسيل فلا بأس أن تأخذوا منه قدر حاجتكم، أما إذا كان مخصصا للمسجد وللوضوء المسجد والشرب في المسجد فهذا وقف على المسجد، وأنتم بإمكانكم أن تجلبوا الماء لكم وأن تتروّوا الماء من مصادره ولو كانت بعيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في سؤال لها، سائلة من اليمن، عندما أقرأ القرآن وخاصة في شهر رمضان أكون على طهارة ولكنني أعاني من إفرازات وأريد أن أستمر في قراءة القرآن أكثر من ساعة، فماذا أعمل؟ هل أتوضأ من جديد عندما أحس بخروج هذه الإفرازات؟ إنني في حيرة من أمري يا فضيلة الشيخ، فأفتوني في هذا السؤال. نعم، الإفرازات التي تخرج من الفرج تنقض الوضوء، فإذا كنت تقرأين من المصحف وتمسين المصحف فإنك تمتنعين من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، فعليك أن تتوضئي، أن تستنجي أولاً
تنشي في المحل وتستنجي، ثم تتوضئين بالماء، ثم تعودين لقراءة القرآن من المصحف. أما إن كنت تقرأين القرآن عن ظهر قلب بدون المصحف فلا مانع أن تستمري، لأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من اليمن تقول: فضيلة الشيخ، الذي يصوم كل شهر 3 أيام متفرقة ولا تكون الأيام البيض منه، فهل له أجر مثل الذي يصوم في الأيام البيض؟ نعم، صيام أيام البيض شيء، وصيام 3 أيام من كل شهر شيء آخر. فإذا جمع المسلم بين السنتين، صام 3 أيام من الشهر وصام أيام البيض، فهذه زيادة خير. وإن اقتصر على أيام البيض واكتفى بها عن صيام 3 أيام من الشهر فحسن، لكنه أقل ثوابا. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تسأل عن كيف يتحقق الخشوع في الصلاة مأجورين. حقق بحضور القلب، تدبر القرآن والخشوع، خشية الله عز وجل، يتحقق بحضور القلب وعدم الهواجس وعدم الشواغل. نعم. تقول فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة: قرأت في كتاب الوابل الطيب لابن القيم عن الخشوع في الصلاة، فقال الناس في الصلاة على 5 مراتب: منها الظالم لنفسه، وهو الذي لم يكمل الوضوء والسجود والركوع فهذا معاقب، من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها ووضوئها لكنه ضيع الخشوع وذهب مع الوسواس فهذا محاسب، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل المحاسب معناه أنه لا يعاقب ولا يدخل النار بسبب ترك الخشوع؟ إذا حوسب عوقب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. الحساب إذا كان حساب مناقشة فإنه يعذب صاحبه، أما إذا كان حساب عرض فقط فهذا لا يعذب. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، عندما كنت في المرحلة الابتدائية وفي سن 10 حصل نقاش مع ابن عمي وآخر، فدعاني ابن عمي للشهادة فقمت بالشهادة معه، وأنا لم أعلم سبب هذا النقاش ولم أحضر وكنت أجهل شهادة الزور، هل أنا آثم؟ وهل هذه الشهادة تعتبر شهادة زور؟ ماذا أفعل لأبري ذمتي؟ لا شك أن الشهادة التي عن غير علم أنها شهادة زور، إذا لم تعلم ما تشهد به إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد أن تكون الشهادة عن علم بالمشهود به. فإذا شهدت وأنت لا تدري وإنما أردت بذلك مساعدة المشهود له فهذه شهادة زور وكذب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل. وإذا كانت هذه الشهادة قد بني عليها حكم قضائي فعليك أن تبلغ القاضي عن هذا الواقع المخالف للصواب، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أو أن تطلب المسامحة من المشهود ضده، فإذا سمح لك وعفى عنك فنرجو لك عدم الإثم. أما أن تسكت تترك المظلوم يستمر على مظلوميته فإنك تكون آثما بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، تساهل الناس في وقتنا الحاضر بشهادة الزور، بماذا ينصحون هؤلاء؟ هم بأن يتقوا الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف. وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، أما زال يكرر ذلك حتى قال الصحابة: ليته سكت من شدة ما رأوا عليه صلى الله عليه وسلم من التأثر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تكتب له النار. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل من القصيم يقول:
فضيلة الشيخ، قبل 3 سنوات أديت فريضة الحج وهي حجة الإسلام، فلما ذبحت الهدي أشار إلي زميلي بالتقصير، فذهبت إلى محل الحلاقة فلم أجد صاحب المحل، فانتظرت ما يقارب الساعة ثم رجعت إلى زميلي وأخبرته بأنني لم أجد صاحب الحلاقة، فلما صلينا الفجر ذهبنا إلى المسجد الحرام للوداع وودعنا، وأنا لم أحلق جهلا مني، فوصلت القصيم وأنا لم أحلق، هل حجي صحيح؟ ماذا أفعل؟ مأجوري. حجك صحيح لكنه ناقص، لأنك تركت نسكا مناسك الحج وهو الحلق أو التقصير، فعليك بالمبادرة بالحلق أو التقصير بنية النسك، حلق أو التقصير بنية النسك في المكان الذي أنت فيه في القصيم أو غيره، لأن الحلق لا يشترط أن يكون في الحرم. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، فالواجب عليك إن كان حصل منك جماع فالواجب عليك أمرا، أولا الحلق، المبادرة بالحلق بنية، أو التقصير بنية النسك. الأمر الثاني إذا كان حصل منك جماع فيجب عليك فدية، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الأخطاء التي تكثر من الإخوة والأخوات الحجاج والمعتمرين في مناسك الحج وعدم تفقههم في ذلك، لعل لكم توجيه لهم يا شيخ. نعم، هذا من التقصير في تفقه أمور الحج، مع أن أمور الحج ولله الحمد الفقهية ميسرة مكتوبة في مناسك مختصرة، رسائل صغيرة إمكان الحاج أنه يقرأها في وقت قصير ويتأملها ويسأل عما أشكل عليه حتى يكون على بصير. الناحية الثانية أنه إذا وقع له إشكال أو حصل منه خطأ فعليه أن يبادر بالسؤال لأجل أن يتخلص من ما يجب عليه بسرعة، ولا يؤجل السؤال إلى سنة أو إلى سنتين ثم يسأل بعد ذلك وقد يكون وقع في إحراجات سبب التأخير، فعليه بالمبادرة في السؤال لأهل العلم، ولا يسأل أي أحد، وإنما يسأل أهل العلم المعروفين الموثوق بعلمهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم، اجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.